وكنا بنتكلم على كلام إيهاب أمين. يمكن امبارح الزميل هيثم السعيد في برنامجه نقل على الكابتن الجرحي انه الجهاز الاداري قال ان احنا الحكم السعودي اللي ادار هذه المباراه قابلهم في المطار واعتذر على اللي حصل وقال دي لقطه انا للاسف ما شفتهاش، لكن ايهاب امين نفسه راجل الواقعه تحدث مع الزميل هاني حتحوت عن اللي حصل. نسمعه. قابلت الحكم فعلا في المطار وانتوا راجعين القاهره؟ هو يعني احنا كنا قاعدين انا واثنين لعيبه تانيين في اللاونج فوق في المطار، وبعدين لقيته داخل عليا قاعد لوحدي وقتها وبس، وقال لي يعني ان هو عارف ان احنا الفريق الاهلي هنا، وكان بيدور عليا عشان عايز يعتذر لي رسمي وفيس تو فيس قبل ما يرجع بلده وبس. وبالفعل اعتذر وقال لي ان هو يعني اتفرج على الماتش وغلطان وبيعتذر يعني اعتذار ان هو مش قصده طبعا، ولا ما فيش اي حاجه موجهه ويعني غلطه منه وبس. طبعا انا يعني قلت له وجهه نظري ان الغلطات زي ما قلت لك في الاول ممكن تبقى صفاره تقييميه، فاول مارشيه حاجات دي، لكن انت تطرد لعيب وفاول دقيقتين وهو اصلا المفروض هو اللي ليه تنشن الفاول واللعيب التاني هو اللي اتطرد ومن غير ما يعني ما يشوفها، هو قال ان هو ما شافهاش حتى، هو اتسرع. قلت له قرار زي ده على الاقل تشوفه او ترجع للاي ار اس الفار، ده يعني ده تعب فرقه كلها، احنا بنتمرن البطوله دي بقالنا كتير قوي 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 يعني، ومركزين فيها كويس وقافلين على نفسنا بقالنا كتير، والجمهور مش الكويت بس، ورانا في مصر والمدربين وناس يعني كل الفرق يعني كل الفرقه مركزه، عشان بدايه الموسم دايما بتبقى مهمه جدا، والبطوله زي دي ساعدتنا الموسم اللي فات كتير. صح. فصفاره زي دي زعلت ناس كتير قوي 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 قوي، فكنت عايز بس يعني افهمه مدى صفاره او مدى قرار هو اخده حجمه قد ايه، ايا كان بقى هو نيته، محدش هيعرف جوه نيته ايه، اللي هو نيته جواه ايه، ده فعلا هو اخطا تسرع ولا حاجه تانية. بس كان هو لازم يفهم احنا برضو يعني مدى الحزن اللي احنا كنا فيه. كمان ده وضح لي نقطه، ده هو ما ادالوش الفاول تكنيكال فاول وخرج خمسه فاول لانه احتاج. ده ايهاب ما عملش حاجه. ده هو اللي قال له انت بتمثل. بص ده بيمثل، اتفضل. مش ممكن يا جماعه كده تخسر بطوله. وقال له صفارتك دي، فايهاب اصل ايهاب انسان مؤدب الى اقصى درجه. انسان مهذب جدا ومتربي جدا جدا جدا، بطل يعني. ايوه. فاللي يخليه ينفعل الى هذا المستوى انه حاسس فرقته هتضيع، طب اجري شوف. طب يعني حاجه الحقيقه تجنن اي حد. وانا مش فاهم، احنا بدل اعلامنا ما يقف امام هذه اللقطه ويحللها ويشوف حجم الظلم الذي حاق بفريق مصري بطل عملاق زي النادي الاهلي، وازاي يتظلم في لعبه زي دي كده، عايز ياخدنا في سلبيات. الحقيقه هو ده الظلم بقى، لا تقول الصفاره بتاعت، هو ده الظلم. انك تبقى متربص وجايب لعيب عايز تستجوبه وتظهر خطأه. وهنا بتبان ساعات النوايا اللي احنا نقعد نشيد بالمهنيه، لكن ساعه الجد بتهرب. طيب المهندس عدلي اشار في البدايه الى انه مع بدايه الموسم الرياضي الجديد هو بيتمنى واحنا بنتمنى انك انت تفضل باصص للامور من عشان فوق. الحاجات دي بص تترفع يعني عن كل ده وتكون اقوى مما يريد لك الاخرون. يعني بص المقصود ايه؟ التكدس وارهاب ايهاب امين وتاثير عليه، ويمكن كمان بعد شويه نسمع مطالبه من الاتحاد المصري ياخد عقوبات ضده، يعني تحريض بفجر. ما بيحدش بيبص. انت تحضرني فاكر الواقعه بتاعت وانا لعيب بحترمه جدا 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 عبد الحليم علي في ماتش الاهلي اللي خسره، لما راح لجمهور عمل نفس التصرف ده. ما انتش عارف اللعيب جواه ايه ساعتها، غلط جدا هذا الكلام طبعا. بس كمان الكابتن عبد الحليم ما خدش بوكس في دماغه واتحسب عليه ضربه جزاء. ما حصلتش. ايهاب خد بوكس في دماغه واتحسب عليه على الاهلي ضربه جزاء وطرد. ايوه يعني كميه، بدل ما يبقى ضربه الجزاء لينا والطرد ليهم اتعكست طبعا، وخسرت سنجل يعني نقطة أو بونت واحد. فريقنا بطل وهو البطل في نظرنا، مش مكابرة لأنه
ما حدث وما اعتقدش ان الفرحه كانت للفائز من جوه قلبه يعني.